معي من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي، آخر الأخبار الميدانية. خولة، آخر المشاهدات. آخر الأخبار الميدانية هي التركيز على المناطق الشمالية ومناطق محافظة غزة، والتي تتعرض إلى عدد من الغارات الإسرائيلية، أو تعرضت في الساعة الأخيرة إلى عدد من الغارات الإسرائيلية التي تكثفت على مناطق دوار الصفطاوي ودوار أبو شرخ، بالإضافة إلى منطقة أبو اسكندر. هذه المناطق بالإضافة إلى وجود الطيران الحرب الإسرائيلي وعدد من الغارات الإسرائيلية، إلا أنها كانت تمهيدا لعملية الدخول البري، أو توسعة العملية للدخول البري للآليات والدبابات العسكرية التي تمركزت على محاور أساسية في تلك المنطقة، وبشكل واضح مع تعزيزها أيضا بعدد آخر من الجنود ومن الأليات الجديدة والوحدات الأمنية الجديدة الإسرائيلية التي دخلت إلى المنطقة في محاولة إلى فرض سيطرة أكبر على المناطق الشمالية وعلى مناطق محافظة غزة، وتحديدا المناطق الشرقية منها. هذه المحاور كانت إسرائيل تسعى بشكل واضح إلى السيطرة عليها، ولكنها لم تكن في الأولوية بالمقارنة بالمحاور الأولى والتي بدأت بها، وهي المحور المغربي والمحور المحور الغربي الجنوبي والغربي الشمالي. بالتالي إسرائيل استطاعت أن تفرض سيطرتها تقريبا بشكل شبه كامل في تلك المنطقة، مع وجود اشتباكات واضحة مع الفصائل الفلسطينية، وألسنة اللهب أيضا تنتشر في تلك المناطق بشكل واضح نتيجة لهذه الاشتباكات ونتيجة للغارات الإسرائيلية المكثفة. الغارات أيضا وصلت إلى مناطق في عمق محافظة غزة، أبرزها شارع النفق، وبالإضافة أيضا إلى اشتباكات في محيط منطقة الساحة وأيضا محيط مستشفى المعمداني، والذي أعلن أنه خارج عن الخدمة في هذه اللحظات نتيجة لوجود الآليات والدبابات العسكرية التي تمنع تنقل طواقم الإسعاف والدفاع المدني من أجل انتشال الضحايا والمصابين. بالتالي هناك أزمة تتعلق بالمستشفيات الفلسطينية في محافظة غزة ومحافظة الشمال، مع وجود تركيز على المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية فيما يتعلق بالمنظومة الطبية، مع الهدوء النسبي الذي تشهده هذه المناطق، مع العلم أن منطقة خان يونس تحديدا شهدت غارات إسرائيلية عنيفة للغاية في الليلة الفائتة، ولكن في هذه اللحظات وفي الساعتين الأخيرتين شهدت هدوء نسبي بالمقارنة بالساعات السابقة. لذلك الآن تقوم الطواقم الطبية بالمتابعة وبالحالات الطبية الموجودة لديها، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 31 طفلا من الأطفال الخدج، والذين تم إخراجهم من مجمع الشفاء الطبي وإيصالهم إلى مجمع ناصر نتيجة لوجود عدد من الحضانات بإمكانها استقبال هذا العدد. كنا قد سألنا سابقا مستشفى الشهداء الأقصى إن كان لديه إمكانية لاستقبال عدد من هؤلاء الأطفال، للأسف أن القدرة الاستيعابية لقسم الحضانة في مستشفى الشهداء الأقصى هو ممتلئ بالكامل، لذلك لم يكن هناك إمكانية لاستقبال عدد من هؤلاء الأطفال، فتم توجيههم إلى مستشفى ناصر لإجراءات طبية وللمتابعة الطبية اللازمة. يعني كل الأطفال الخدج بحسب ما أفهم خولة تم إخلاؤهم من مستشفى الشفاء وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، هل هذا ما أفهمه؟ نعم صحيح، تم نقل كافة الأطفال الخدج الذين بقوا على قيد الحياة فعليا. هناك أكثر من 6 أطفال أعلن عن وفاتهم نتيجة لتوقف أقسام الحضانة والتيار الكهربائي والأكسجين، فبالتالي بقي فقط 31 طفلا، هم من تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس للمتابعة الطبية ولمتابعة أحوالهم، ونأمل أن يكون هناك مستلزمات طبية وإمكانيات قادرة فعليا على إعادة الحياة لهؤلاء الأطفال، نتيجة أيضا لنقص المستلزمات الطبية في كافة المستشفيات الفلسطينية. هناك نقص حاد في كافة أنواع الأدوية والمستلزمات والوقود والتيار الكهربائي، بالتالي هناك خطورة على أرواح عديد من العائلات والمرضى والمصابين المتواجدين في كافة المستشفيات. تم نقل الأطفال الخدج يا خولة بإشراف من؟ يعني كيف تم نقلهم؟ نعم، هو تم الإشراف على هذه العملية من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى الصليب الأحمر وأيضا بعض المنظمات الدولية والتي أشرفت عليه بشكل مباشر. بالتالي تم إيصالهم من خلال سيارات الإسعاف إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي الرعاية الطبية، ومن خلال هذه الهيئات التي وصلت إلى مجمع الشفاء استطاعت أن تتابع وترصد عدد من المشاهدات التي تتعلق بالأوضاع المزرية والتي عاشها النازحون والكوادر الطبية والمرضى والمصابين داخل المجمع، بالإضافة إلى وصفهم للحالة المزرية والكارثية التي يعيشها مجمع الشفاء الطبي، والتي تحولت فعليا إلى مقبرة جماعية وإلى ثكنة عسكرية إسرائيلية. ماذا يعني عن إجلاء بقية المرضى أو الجرحى؟ كان هناك حديث عن إجلاء عدد خاصة من مستشفى الشفاء لربما إلى جنوب قطاع غزة أو إلى الجانب المصري، ماذا عن ذلك إن كانت هناك أي معلومات؟
حتى هذه اللحظة لا جديد فيما يتعلق بهذا الملف. طالبت وزارة الصحة الفلسطينية أن يكون هناك تنسيق من أجل إجلاء المرضى والمصابين إما إلى الشق الآخر من فلسطين وهي الضفة الغربية أو إلى محافظات أو إلى دول خارج قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظة لا استجابة من أجل إخراجهم، وهم فعليا يصارعون الموت في أي لحظة. هم من المصابون بإصابات حرجة للغاية، وبالتالي هم يحتاجون إلى تلقي الخدمة الطبية بشكل عاجل وسريع وإجراء عمليات أيضا جراحية وعاجلة، ويحتاجون أيضا إلى غرف عناية مكثفة، وهذا ما لا يتوفر في هذه الأثناء نتيجة للضغط الكبير الموجود على المستشفيات الفلسطينية والتي فاقت قدرتها الاستيعابية أكثر من 5 مرات حتى هذه الأثناء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.